فقال الرب يسوع لتلاميذه: الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون، أما العالم فسيفرح. أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم سيتحول إلى فرح. المرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها قد حانت، ولكنها متى ولدت الطفل لا تعود تذكر ضيقها لفرحها أن إنسانا ولد في العالم. فأنتم الآن أيضا تحزنون، إنما سأعود فأراكم وتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لن تسألوني شيئا، الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. حتى الآن لم تطلبوا باسمي شيئا، أطلبوا تنالوا، فيكتمل فرحكم حقا والأمان لجميعكم. ستبكون وتنتحبون، وأما العالم فيفرح. ستحزنون، ولكن حزنكم سينقلب فرحا. إنجيل اليوم هو جزء من خطبة يسوع الوداعي لتلاميذه بعد عشائه الأخير معهم وغسله لأقدامه، ويلي تناول فيها عدة مواضيع جوهرية كشف فيها عن سر محبة الآب للعالم، وسر تجسد ورحمته، وسر ألامه وموته وقيامته، ومما جاء فيها. أولاً، أعلن يسوع بخطبته الوداعية عن ذهابه وعبوره بمعصرة الألم والصليب، مروراً بمنارة القيامة نحو ملكوته السماوي، موضعاً تلاميذه وصيته الجديدة: أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم. ثانياً، ساعة اللي تنبأ يسوع عن مصيره وعن إنكار بطرس وخيانة يهوذا، اضطربوا الرسل وخافوا، فطمأنوا يسوع وقال لهم: لا تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله وآمنوا بي أيضا. ثالثا، من بعد ما حكي يسوع عن مسيرة ألامه قال لهم: تعرفون إلى أين أنا ذاهب وتعرفون الطريق. توما ما فهم قول يسوع فأجابوا: يا رب، إننا لا نعرف إلى أين تذهب، فكيف نعرف الطريق؟ فكشف ساعتها يسوع عن هويته وقال: أنا الطريق والحق والحياة، لا يمضي أحد إلى الآب إلا بي. رابعاً، أسقط يسوع الحجاب عن طبيعته الإلهية وعن وحدانية الجوهر بينه وبين الآب السماوي وقال: من رآني رأى الآب، أنا في الآب والآب فيا، أنا والآب واحد. خامساً، وعد إذا ما هني ثبتوا بمحبته من خلال حفظ وصاياه بإرسال الروح القدس المعزي إليهم قائلاً: إذا كنتم تحبوني حفظتم وصاياي، وأنا أسأل الآب فيهب لكم مؤيداً آخر يكون معكم إلى الأبد. سادساً، بوسط المحن والتجارب وعد يسوع بمنح سلام وقال لهم: السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم، لا أعطي أنا كما يعطي العالم، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. سابعا، دعا يسوع تلاميذه للفرح بذهابه إلى الآب، لأن ساعة انتصاره على إبليس قد حانت من خلال عبوره بالألم والموت والصليب إلى مجد القيامة والحياة الجديدة. وبإنجيل اليوم بتابع يسوع خطبته بيقول: الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتنتحبون، وأما العالم فيفرح. ستحزنون، ولكن حزنكم سينقلب فرحا. بهالكلمات صور يسوع مشهد الألم والصليب والموت، والتلاميذ واقفين عم يبكوا ينتحبوا ويندبوا مخلص المهزوم وأحلام المحطم ومستقبل المجهول. وأما المتآمرون جميعا فقد اغتبطوا وفرحوا، لأنهم اعتقدوا أنهم انتصروا بإسكات صوت الحق وقتل روح الحقيقة ودفن كلمة الحياة.
ولكن يسوع فتح قدام تلاميذه آفاق جديدة حيث ستنقلب الوقائع وتتبدل المواقف، فالباكون الآن سوف يفرحون والفرحون الآن سوف يبكون، لأن الكلمة الأخيرة لم تعد للحقد والظلم والموت بل للحب والقيامة والحياة. وصور لهم يسوع ما يحدث بمشهد من واقع الحياة وقال لهم إن المرأة تحزن عندما تلد لأن ساعتها قد حانت، فإذا وضعت الطفلة لا تذكر شدتها من بعد لفرحها بأن قد ولد إنسان في العالم. والصورة بتبين أن آلام هذا الدهر لا توازي المجد المزمع أن يتجلى فينا بحسب مار بولس، وأن هالآلام ليست إلا مرحلة عابرة ستتم من خلالها الولادة الجديدة. فالإنسان بموته لن يذهب بعد الآن إلى العدم والفناء، بل سيولد لحياة جديدة في عالم جديد. وهيدي الحقيقة، حقيقة الموت والقيامة والولادة الجديدة والحياة الجديدة بالمسيح، هي شيء يلي بطرس بخطبته قدام المجلس الأعلى اليهودي بعد شفائه المقعد وأحضاره ليحاكم قدام الشيوخ والرؤساء بيقول لهم: يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ، اعلموا جيدا وليعلم شعب إسرائيل كله أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم فأقامه الله من بين الأموات، بهذا الاسم يقف أمامكم ذاك الرجل معافى. وأما أسطينوس فكان أكثر جرأة وشجاعة بخطبته قدام المجلس، حيث خاطب الرؤساء والشيوخ قائلا: يا صلاب الرقاب ويا غلف القلوب والأذان، إنكم تقاومون الروح القدس دائما أبدا، فكما كان أباؤكم فكذلك أنتم، أيا من الأنبياء لم يضطهدوا أباؤكم، فقد قتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار، وله أصبحتم الآن خونا وقتل. والتاريخ بيشهد بأن الأشرار والفجار ما توقفوا بيوم من الأيام عن اضطهاد الأبرار والأخيار، منذ قايين الذي قتل أخاه هابيل، مرورا بيوسف بن يعقوب الذي تآمر إخوته عليه وأرادوا قتله ثم باعوه إلى مصر، مثل ما سمعنا بقراءة أعمال الرسل اليوم: ولكن الله رفعه وجعله واليا على مصر كلها، إلى إيليا النبي الذي أراد أحاب الملك وإيزابيل قتله ولكن الله نصره على جميع أعدائه، إلى الأنبياء الذين اضطهدوا ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، إلى يسوع ابن الله الحي الذي علق على الصليب، إلى استفانوس وسائر الرسل والشهداء الذين ما زالوا يرون الأرض بدمائهم حتى اليوم، إلى لبنان الذي علق على صليب الأمم لكي يتخلى عن إيمانه بالله وبمسيحه، ولكنهم لم يدركوا أن معنى اسم لبنان هو قلب الله، وأن أرز الرب هو هيكل الله، وهذان القلب والهيكل لا يدنسهما الفاسدون والفاسقون، ولا يحكمهما الخونة والمتآمرون، ولا يسكنهما الكفر والجاحدون. فالويل لجميع المتآمرين عليه والمشوهين وجهه، لأنهم بمكرهم وشرهم سيخيبون ويخزون، لينتصر الحق ويقوم لبنان من تحت الرماد كطير الفنيق، ويعود السلام إلى أرضه فيستعيد دوره كمنارة للإيمان والمحبة والسلام. والاضطهاد للأبرار أليس هو بسبب التمرد على الله والأنانية والكبرياء والحسد والحقد والشر والانقياد لإبليس؟ أليس إبليس وأتباعه هم من يدمرون المبادئ والأخلاق ويزرعون الفسق والفساد ويحللون المحرم ويحرمون المحلل ويدنسون الطفولة ويفسدون الشباب ويدمرون العائلات؟ ولكن بالرغم من انتشار الإثم والرذيلة، الخطيئة والضلال، لن نخاف ولن نركع، لأن النصر النهائي لن يكون إلا للأبرار والأحرار الذين سيشعون كالشمس في ملكوت أبيهم، بينما الأشرار والفجار والمتآمرون على الحق
وناشرو الضلال وزارعو الفساد ومسببو الأحزان، فمصيرهم العذاب الأبدي في جهنم النار. لقد قلت لنا يا رب في إنجيلك اليوم: حتى الآن لم تسألوا باسمي شيئا، اسألوا تنالوا فيكون فرحكم تاما. إننا نسأل الآب اليوم باسمك متهلين: ألنظر أيها الآب القدوس من سمائك إلى مذلة أبنائك، واستمع إلى أنينهم، وشق حجاب سمائك، وانزل وأنقذهم، وأرجع لهم فرح الحياة وبهاء المحبة وملك السلام، ليرفعوا إليك جميعا آيات الحمد والتسبيح والشكران من الآن وإلى منتهى الأزمان وإلى أبد الآبدين. آمين.